أما الآن أعزائي المستمعين الكرام، اسمحوا لي أن أبدأ على حضراتكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التداوي بالأعشاب، أسلوب اعتمده القدامى في العلاج والتطبب من العلل والأسقام. فقد كان الإنسان في العصور الغابرة يعتمد على الأوراق الخضراء وبذور النباتات المختلفة للشفاء من الأمراض، واليوم نعيش امتداد لعصور التداوي بالأعشاب. فقد اكتشف العلم الحديث أهميتها ووقف على خصائصها ومكوناتها. وطبعا فالعشبة التي كانت تداوي علة ما في السابق هي نفسها التي تداوي وتعالج نفس العلة في هذا العصر، ولكن مع فارق بسيط ومهم، وهو أنه في السابق لم يكن هناك تجارب معملية وميدانية على مدى كفاءة الأعشاب في التداوي مثل اليوم. فالتجارب والأبحاث اكتشفت فوائد الأعشاب وأيضا مضارها وصنفتها حسب قدرتها الفعلية للتداوي والعلاج. ولكن أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، قد يظن البعض بأن الأعشاب تستطيع أن تداوي وتعالج وأنها تنفع فقط ولا تضر أبدا، على اعتبار أنها مادة طبيعية، ويفترض أن المواد الطبيعية من وجهة نظرهم تكون خالية، طبعا وجهة نظرهم هذه طبعا حقيقة أيضا، بأن المواد الطبيعية قلنا تكون خالية من الشوائب والكيماويات المدمرة لصحة الإنسان، هذا ما يظنه البعض، فيقع نتيجة لذلك في شباك المضاعفات، يقع في شباك المضاعفات الصحية التي تسببها كثرة تناول عشبة ما، أو تناولها بأسلوب خاطئ، أو تناولها مع حالة صحية تتعارض مع خصائصها وتركيبتها. وقد يذهب من يطلق على أنفسهم أصحاب الخبرة في مجال الأعشاب لإعطاء وصفة عشبية أو وصفة شعبية، كما يعني يطلق عليها عدة مسميات، ولكن المهم يعطيه خلطة أعشاب لأحدهم فيسبب له في كارثة صحية لا تحمد عقباها، هذا إن لم يكن قد قضى لا قدر الله بسببها. فيا ترى ما هي منافع ومضار التداوي بالأعشاب؟ وهل هناك خلطات أعشاب معينة يفترض أن توصف للمريض، أم أنه يستطيع أن يتناول أي عشبة متى يشاء؟ ومن هو المختص في تحديد كمية وخلطات الأعشاب المتناولة للتداوي؟ كل هذا وأكثر أعزائي المستمعين الكرام سوف نناقشه بشيء من التفصيل مع الأستاذ الأستاذ هشام بن مجاهد أبو يوسف، الخبير وباحث في الطب النبوي والأعشاب الطبية، وأستاذ أيضا في علوم الحجامة والمعالجة المثلية. السلام عليكم أستاذ هشام، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. طبعا كنا قد استضفناك سابقا في حلقة الحجامة، واليوم نكمل نفس الرحلة من العلاج النبوي ولكن بالأعشاب. أعزائي المستمعين الكرام، طبعا تستطيعون التواصل معنا من خلال أرقام البرنامج التي نوهت عليها في بداية مقدمة البرنامج، وطبعا سأنوه عليها كذلك مرة أخرى بعد ذلك. وإذا أردتم أن تعرفوا أي معلومة عن عالم التداوي بالأعشاب، فطبعا الأستاذ هشام بإذن الله سوف يقوم بالرد على كل مكالماتكم. طبعا الغرض من تخصيص هذه الحلقة حقيقة أعزائي المستمعين هو توعية المجتمع وتوعية البعض بأهمية هذه الأعشاب، وأيضا الوقوف على مضارها، لأن البعض قد يتناول الأعشاب بطريقة غير علمية، بطريقة خالية من الخبرة ومن التخصص، وقد هذه العشبة التي يظن بأنها سوف تريحه قد تكون ضارة وسامة لحالته الصحية. إجمالا سوف نأخذ هذا الفاصل وبعدها بإذن الله نتواصل. من جديد مستمعينا الكرام إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو موضوع التداوي بالأعشاب وأهمية التداوي بالأعشاب وما هي مضار التداوي بالأعشاب إذا ما أخذت بدون طبعا الرجوع إلى أهل الاختصاص. طبعا أذكركم بأرقام البرنامج أعزائي، تستطيعون التواصل معنا عبر أرقام البرنامج التالية 600-1688، أو على خدمة الرسائل النصية الـ SMS 66
ثمانية. بداية أبدأ معك أستاذ هشام قبل أن نغوص طبعا في تفاصيل محاور حلقتنا لهذا اليوم لتوعية الأخوة المستمعين بمضار بعض الأعشاب إذا ما أخذت طبعا بطريقة غير صحية أو بطريقة غير صحيحة إذا جاز لي التعبير. نريد أن نتكلم بشكل يعني تفصيلي نوعا ما عن فوائد طب الأعشاب أو فوائد التداوي وتطبب بالأعشاب. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق، ثم بعد ذلك جعلهم استخلفهم في الأرض ليعمروها، ثم بعد ذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض والأسقام والابتلاءات، فمن ضمن هذه الابتلاءات هي الأمراض. فالله عز وجل ما أنزل من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والمرض خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يسلطه الله عز وجل على من يشاء من عباده، ولكن الله عز وجل ما أنزل المرض إلا وجعل له دواء وجعل له أسبابا للشفاء. فتعددت الأسباب التي جعل الله عز وجل لها شفاء، منها الشفاء، فجعل القرآن شفاء وجعل العسل شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حبة البركة شفاء من كل داء، والحجامة خير ما تداويتم به الحجامة فهي من ضمن أسباب الشفاء، والأعشاب أيضا التي نحن في صددها فهي من أسباب الشفاء. ولكن الشفاء أصلا هو من بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن كل هذه هي عبارة عن أسباب نأخذ بها ولكن بالأمور الصحيحة. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لجسدك عليك حقا. فالإنسان لا بد أن يهتم بجسده حتى يستطيع أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.